أخبار اليوم. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين ويا رب ينعاد عليكم. تعب شوية، بعطش كتير، وتخيلوا أول مرة، يعني أنا قبل كده ما كنتش، ما جالش مشكلتي أجوع، أول مرة بجوع ما أعرفش مالي، بقيتي مجنونة أكل الفترة دي، بس هي أكتر حاجة العطش. احنا كمان لسه عشان بنصور في رمضان، فالموضوع صعب شوية يعني مع الحر، مع اللبس الشتوي اللي احنا لابساه. يعني قولوا ان شاء الله يا رب على 28 رمضان زي ما انتوا بتتفرجوا، يعني لسه زي نفس الاحداث اللي هو مسلسل طبعا المغني مع الكينج محمد منير، واخراج دكتور شريف صبري، وانتاج شركة طبعا محمد فوزي. أمر أمر أمر، أنا بص أنا هلخص لك منير في كلمتين، هو أمر، وأنا سعيدة جدا أني أنا بشتغل معاه، وشرف لي أني أنا يتحط في السي في عندي أني عندي مسلسل مغني مع محمد منير، وفرحانة قوي قوي قوي. اختصارا، جدع ابن بلد، أمر طيب جدا، وأنا بموت فيه. بس على فكرة زي ما بتشوفوه في التي في كده، أمر أمر، وبيغنينا طول الوقت وبيهرج معانا، وحنين مع الناس كلها، وطيب فعلا، طيب مع الناس كلها، ومش بيمثل، دي حقيقة. يعني مرحلة صعوده، هي مرحلة صعوده، يعني صعوده زي بقى محمد منير يعني. لا حلوة ليه هو، يعني الناس كتير قوي يعني محمد أو يعني الكينج أو غير الكينج بيتمنوا يعرفوا هما طلعوا ازاي، تعبوا ازاي في حياتهم، جات لهم الشهرة كده يعني سهلة، على الأقل الناس تفهم انه اللي بيمثلوا أو الفنانين عامة انه مش حياتهم مش سهلة. الناس كلها بتبقى فاهمة انه الفنانين دول بيبقوا واخدين فلوس قوي على قلبهم واغنية جدا، وحياتهم عسل، وحياتهم ايه في اللذاذة. لا مش حقيقي، كل الناس بتتعب زي ما انا النهاردة ممكن ابقى ممثلة وبتعب، بس الناس شايفيني انا مش بتعب، لا زي بتعب زي مساعدتي، يعني ممكن مساعدتي انه واحد تقول ان هي مساعدة ليا، لا هي مساعدة ليا، بس زي ما هي بتتعب انا بتعب، زي ما هي بتاخد يعني بتتعب عشان تاخد فلوس وتبني حياتها، زي ما انا بصور وبتعب، وهو في رمضان بنشتغل، بنصحى الصبح بدري وبنشتغل واحنا صايمين، وعادي جدا يعني.